والله الله يا أمي، اهلا يا امي، اهلا. شو عملت لنا اليوم اليوم؟ عامل لكم اسكى صينية بطاطا يا ناس، بالثوم والليمون. يا سلام عليك، يا سلام. شايف يا امي هيك شرحت الدجاج عشان تفوت فيها التتبيله بهالشكل هذا. يا سلام. وهي يا امي تتبيله الدجاج والبطاطا، وهي حبتين ليمون ومعلقه ثوم مهروس ورب البندوره ودبس فليفله حلوه وعصير بندوره فريش. وهذه بهاراتي انا اسفرجيهم اياها وبنديرهم على التتبيله، واخر شيء زيت الزيتون وبنحركهم. بحط نص التتبيله على الدجاجه والنص الثاني بحطه على البطاطا. وهسه بدنا نعمل لها مساج ندلل الدجاجه يا انوس. يا سلام يا سلام، شوفوا اللون، شوف هاللون بجنن. اه والله. وبخلط البطاطا مع التتبيله، يا عيني يا امي بجننوا، شايف ما احلاهم؟ اشي رهيب، اشي شهيب. بنحط الدجاجه من فوق، بندير بقيه الصوص عليها، بغطيها بورق الزبدة، وآخر إشي يا أمي بورق الجزر. بعد ساعتين من التتبيلة بندخلها بالفرن على درجة حرارة 180. يا سلام. كيف شايفها يا أنس؟ إشي بجنن، سلم إيديكي يا رب. صحتين وعافية حبيبي. يا عيني يا عيني، شوفوا لي شوفوا لي.